حصل نصيبه وخدتها. الكلام ده كان ايه من اكتر من 40 سنه. جبت العربيه طبعا ما كانتش في الحاله اللي هي فيها دي، فطبعا عملت لها صيانه كامله، سمكاره وبويا والكلام ده كله، وحاولت ان انا ايه نحافظ على اساسيات وشكل العربيه، ان هي ما نحاولش نغير في الشكل العام، ان العربيه تفضل على ايه طبعها الكلاسيكي. هو ظبطت العربيه وتمام التمام، وحاليا بنسافر بيها اي مكان في مصر يعني. سنويا المصيف بنروح مطروح بنروح بيها، والناس اللي مشيت على الساحل الشمالي كله صدفت وشافت العربيه دي وعرفت، وفي الحمد لله ككفاءة عربية زيها زي أي عربية حديثة. العربية دي أنا لما اشتريتها ب 12,000، لدرجة إن كان في ناس يعني مستغربة إزاي ندفع مبلغ زي ده، يعني من أكتر من 40 سنة 12,000 مش شوية يعني، إزاي تدفع مبلغ زي ده في عربية قديمة؟ لكن أنا قلت لهم أنا حابب العربية وعايزها، لحتى لو مش هترخص أو مش هتمشي وهنحتفظ بيها كشكل.